كثر من هؤلاء الأتراك لم يتوقعوا أن يتوجهوا مرة أخرى نحو صناديق الاقتراع. كل واحد منهم كان يظن أن مرشحه سيحسم المعركة من الجولة الأولى، لكن الديمقراطية أرادت عكس ذلك. أنا مصدوم من عدم تمكن حزبنا من الوصول إلى 50%. نحن في الخارج أمننا الأصوات اللازمة، لكن في الداخل إن شاء الله الأمر مختلف. الوضع في فرنسا شبه محسوم، أما في الداخل التركي فالأمور تحتاج إلى جهد أكبر للفوز. نحو 400,000 تركي مدعوون للتصويت في فرنسا، 400 صندوق توزعت في سفارات وقنصليات تركيا على طول رقعة الأراضي الفرنسية، سيضع فيها المقترعون علامة ترجيح على أوراق فيها صورة واسم مرشحين هما رجب طيب أردوغان وكمال كليتشار أوغلو، مرشحان يختلفان في البرنامج والإيديولوجيا. انقسام في الرؤى انعكس بصورة حادة على نسبة المشاركين في فرنسا التي رجحت كفة أردوغان في الدور الأول بنسبة 64%. لقد تم تجهيز كامل المراكز الانتخابية في فرنسا بعد اتفاقنا مع الهيئة العليا للانتخابات ليتمكن مواطنون هنا من التصويت بأريحية. رغم أنهم يعيشون خارج بلادهم، فإن برنامج كل مرشح للسياسة الخارجية يهم الأتراك في بلاد الاغتراب، ومن هنا تأتي رغبة المصوتين بالمشاركة بكثافة في هذه الانتخابات المصيرية بالنسبة إليهم. شكلت أصوات المغتربين الأتراك مفصلاً مهماً في تحديد نسبة كل مرشح في الدور الأول من الانتخابات التركية، لذلك يعول كل من أردوغان وكيلتشار أوغلو على أصوات هؤلاء من أجل الظفر بالمنصب الأرفع في تركيا وهو رئاسة الجمهورية. محمد حجي العربي، باريس.